الشوط الرابع وفتحت البوابات على بركة الله لتنفس جاد وأفراس الإنتاج المحلي عمر الأربع سنوات على كأس وزارة الخارجية على مسافة 2000 متر وقيمة الجائزة 100,000 ريال بمشاركة 11 راس تمثل 6 شعارات للتنافس على كأس وزارة الخارجية. يجب يبدأ الانطلاق الآن في المرتبة الأولى، الآن المرتبة الثانية لقرير في المرتبة الثانية، ولف يحيأتي في المرتبة الثالثة، هادف في المرتبة الرابعة، وسمر في المرتبة الخامسة، محاولات خماس الاتيان وكذلك المحاولات من قبل بقية جياد لتحسين مواقعها الصدارة كما نتابع. ليجب في المرتبة الأولى في الشوط الرابع لتنافس جياد وأفراس الإنتاج المحلي عمر الأربع سنوات للتنافس على كأس وزارة الخارجية. قرير يأتي الآن للتحاذي مع الأفيح أيضا ويتأخر يجب، وتبدأ الصدارة لما بين قرير والأفيح المتحاذيان في هذه الأثناء، الأفيح من الخارج وقرير من الداخل، فيما تأتي هادف وسمر يأتيان من الخارج الآن في المرتبة الثالثة والرابعة، والأفيح يتقدم بنصف طول الآن في نصف رقبة في المرتبة الأولى، المرشح قريب في المرتبة الثانية الآن، والصدارة للأفيح في المركز الأول. سمر تأتي في المرتبة الثالثة، مقبل العزة الذي وضع كمفاجأة لهذا الشوط يأتي في المرتبة الرابعة، هادف في المرتبة الخامسة، خماس يحاول أيضا ومصدق للتقدم في المراكز الأولى والمنعطف الأخير، وقرير يأتي للصدارة الآن والمركز الأول لقرير، والأفيح يتأخر للمركز الثاني، وسمر تأتي في المرتبة الثالثة، مقبل الإز يحاول أيضا ومصدق في المرتبة الخامسة، قرير المرشح يبتعد بفارق كبير عن بقية الخيل، المرشح قرير لهذا الشوط باللهوم لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز يسجل اسمه على كأس وزارة الخارجية في الشوط الرابع. ألف مبروك.